معلقة كبيرة من زيت الزيتون، نشا إذا إحنا حابينه تقيل قوي، بصلة متوسطة مفرومة مبشورة يعني، معلقة كبيرة من البابريكا المدخنة، معلقة كبيرة من البسطردة البودرة من عند العطار برضو، معلقتين كبار صلصة طماطم أو معجون الطماطم، معلقتين كبار وسترشاير صوص، نص كوباية من السكر البني، لو ما عندكوش سكر بني يبقى هنستخدم سكر أبيض ونحط عليه معلقة عسل أسود، 400 جرام من الطماطم المعلبة أو الطماطم اللي عاملينها في البيت. عملناها إزاي؟ جبنا الطماطماية غسلناها كويس جدا، قلبناها يعني مش من عند العنقود من تحت، وعملنا فيها كروس بالسكينة، حطيناها في مية بتغلي لمدة دقيقة، طلعناها حطيناها في مية بتلج، قشرنا القشر بتاعها بقت كونكاسي أو بقت معلبة. نص كوباية من المية ونص كوباية من خل التفاح، ربع كوباية مية تقريبا. هنزل عليها السكر البني، البابريكا، بودرة المستردة، الثوم البودرة، البصل اهو، الخل، خل التفاح، الويسترشاير صوص، وقلنا لو مش موجود هنحط الصويا، وبعدين هنزل الصلصة والطماطم. سكر او عسل ابيض او عسل اسود، معلقتين من اي حاجه ايا كانت اللي موجود في البيت نحطه، عسل اسود اوكي، عسل ابيض اوكي، وبرده مش هتحطوه سخن، هتحطوه بعد ما يبرد.